الشعب. أحمد الله سبحانه وتعالى على أن أتيت إلى أسوان هذا العام لكي أعيش بينكم كما تعودنا كل عام، ولكي أتابع أيضا منجزات العمل الوطني هنا، خاصة ونحن قد حددنا الأهداف الثلاث التي نعمل من أجلها ببناء السلام وبناء الديمقراطية وبناء الرخاء. ويشاء الله سبحانه وتعالى وأنا بينكم هنا نائب رئيس الوزراء ووزير الإنتاج والبترول المهندس هلال يعلن عن الاكتشافات الجديدة ويعلن بالأرقام ما يخرس وما يسكت أولئك الحاقدين من ناحية، وما يسعد أفئدتنا نحن أبناء العائلة المصرية من أقصاها إلى أقصاها، من اسكندرية إلى أسوان، ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. وهنا يطيب لي وأنا أتحدث إلى العائلة المصرية في أسوان، يطيب لي أن أقف قليلا عند هذا الموقف لأحكي لكم بعض المعاناة. أذكر أنه في سنة 72، أي بعد سنتين فقط من ولايتي، وأنا أعد للمعركة، وفي نفس الوقت أبذل كل ما أستطيع من أجل أن تعود لمصر روحها، روح العائلة، روح العائلة التي انتصرت بها مصر عبر 7000 سنة على كل المغيرين. روح العائلة التي أفخر أنكم هنا في أسوان، وكما تحدث أحدكم على رأس من يعرف سمن ويعرفون العيب، أفخر وأنا أتحدث إليكم إلى العائلة المصرية في أسوان، أفخر وأتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم
كنا في سنة 72، في سنة 71 كنت فرغت من انهاء مراكز القوى، وقام الدستور من سنة 71 الى هذه اللحظة والى ان تقوم الساعة ان شاء الله، لا تحكم مصر ابدا بغير دستور. واغلقت المعتقلات وسادت سيادة القانون، وبدأت اجهز من اجل المعركة. في سنة 72 فوجئت برسول يأتيني من مدير البنك الدولي مكنمارا، ويطلب ان يلقاني ساعة وصوله الى ارض مصر. مكنمارا رئيس البنك الدولي صديق عزيز، ويقدر ظروف مصر ويقدر مكانة مصر. لما طلب المندوب ان يقابلني ووصل في المساء قابلته في الحال. كان يحمل لي الآتي: رسالة من مكنمارا الصديق العزيز مدير البنك الدولي انه هناك بنك له ديون على مصر، تقدم الى البنك الدولي ليشهر افلاس مصر. وكان قرار اذا قرر البنك الدولي اشهار افلاس مصر، معنى ذلك اننا كنا لن نستطيع ان نتعامل لا مع البنوك ولا مع الموردين ولا مع اي جهة، وبالذات لشراء القمح، لانه كما تعلمون الجزء الاكبر من استهلاكنا من القمح بنشتريه وهو رغيف العيش، وبنشتريه بالاجل، لا نستطيع ان ندفع كل سنة قيمة ما نشتريه به، فبيبقى بالدين وبالاجل، وكل سنة بتسدد للي وراها، وهكذا. كان معنى اعلان البنك الدولي او موافقته على ما طلبه البنك اللي له علينا ديون او التزامات واحنا لم نستطع ان نسددها، كان معنى اعلان هذا من البنك الدولي افلاس مصر انه لن نستطيع ان نشتري رغيف العيش. ده كان سنة 72. وطلب مني ياما مكنمارا، قال لي دبر لي مبلغ $1,000,000 فقط وبعتولي فورا، وانا اسكت هؤلاء اللي بيطلبوا واوقفتهم عند حدهم. وفعلا الرجل قام بالواجب، وارسل لي المندوب بسرعة. ما امضينا اسبوع في مصر زاد 35 او 37 مليون في ذلك الوقت، وكل ما لدينا من اساسات وزراع وصناع، امضينا اسبوع نجمع مبلغ $1,000,000. وفعلا ارسلت له و
هو تولى إعطاءه للبنك وأسكت كل هذا، ولم يعلن حتى في العالم أي شيء عن هذا الموضوع. ده كان سنة 72. سنة 73 بعدها بسنة، تذكرم اني قلت لكم، قلت للعائلة المصرية كلها انه يوم 5 رمضان، اي قبل معركة اكتوبر ب5 ايام فقط، دعيت مجلس الامن القومي للاجتماع بي بعد، وكنا في رمضان، بعد مناقشات طويلة وقربنا على السحور، كل واحد من مجلس الامن القومي ادلى برأيه لي في الموقف. وكما تذكرون وكما اخبرتكم واخبرت اهلكم بقية شعب مصر، اني قلت للمجتمعين بعد انتهاء المناقشة، ارجو ان تعلموا ان اقتصاد مصر تحت الصفر، تحت الصفر، اي احنا كنا في ذلك الوقت في 5 رمضان سنة 73، اي اول اكتوبر، اوائل اكتوبر سنة 73، وكان باقي سنتين على اخر السنة، نوفمبر وديسمبر، ومطلوب منا نسدد اللي علينا، والا ما نستطيعش نلاقي اللي يسلفنا نشتري القمح او رغيف العيش في يناير بعد الكلام ده بشهرين. قلت لهم اعلموا ان اقتصادنا تحت الصفر. مش معنى ده ان احنا كنا مفلسين، ده انتوا لما ترجعوا للتاريخ تجدوا انه مصنع من اعظم المصانع وصناعة من اعظم الصناعات اللي النهاردة بيشهد بيها العالم لنا، الالومنيوم، ابتديته انا قبل المعركة سنة 73، ابتديته في اوائل 73. ما كناش مفلسين، لكن كان رغيف العيش زي ما قلت لكم في اكتوبر، قاعد بحسب له لما هيجي يناير علشان استلف واجيبه زي العادة كل سنة. ما كانش عندي الاقساط اللي اسددها، ولو ان زي ما بقول لكم ما كانش الدنيا واقفة، لا كان مصنع الالومنيوم بيبتدي سنة 73. لما نرجع للتاريخ نلاقيه ابتدى 73، لكن لما اقول تحت الصفر اقتصادنا معناها انه ما عنديش عملة صعبة، وما عنديش وفر اشتري بيه او حد يسلفني عليه عشان اشتري رغيف العيش. ادي كان في سنة 72. ثم بعد ذلك ادي في اكتوبر في رمضان 73، في 72 عايزين يشهروا افلاسنا وبنلم $1,000,000 في اسبوع على ما نلاقيه. 73 اقتصادنا تحت الصفر، وكان لو دخل علينا ديسمبر بعدها بشهرين ولا سددناش التزاماتنا ما كناش هنلاقي رغيف العيش. عملنا معركتنا في اكتوبر، وجيت في سنة 74 مباشرة عقب المعركة شهرين عقب المعركة، قلت انه
الانفتاح. لا يمكن ان نستطيع اننا نمشي بالشكل اللي كنا ماشيين به اقتصاديا، قافلين على نفسنا كل شيء وعزلين نفسنا عن العالم، ولا يستطيع انسان في العالم، لا دولة ولا مهما كانت اقتصادها، ان تعزل نفسها عن العالم. واديكم مثل الاتحاد السوفيتي، مش قوة عظمى، وصل القمر وعنده اسلحة وعنده مخترعات وبيطلع المراكب للفضاء، ولكن بيشتري القمح من امريكا وكندا واستراليا، وبيشتري التكنولوجي من امريكا ومن اوروبا ومن المانيا. لا يستطيع حد انه يعزل نفسه ابدا في هذا العالم، مهما بلغت قوته او ثروته. امريكا اغنى دولة في العالم واقوى دولة في العالم، محتاجة للمادة الخام من افريقيا ومن اسيا، وبتطور نفسها صحيح كل يوم، وصحيح قام اقتصادها على الزراعة، بحيث ان المواطن الامريكي ما بتواجهوش مشكلة طعام ابدا. ده اساس قوة امريكا. احنا جينا اهملنا دي واتجهنا للصناعة على طريقة الشيوعيين، وخدنا بنظرية لينين اللي بيقول الكهرباء والصلب، ونسينا الزراعة. طيب او الاتحاد السوفيتي اهو وصل القمر وعنده الذرية والإدروجينية والسلاح وكل شيء، انما لانه اهمل الزراعة، النهاردة تحت رحمة امريكا، كندا، استراليا، شعبه يجوع لو ما اشتراش قمح. ده سبب اني جيت في 74 بعد المعركة بشهرين وقلت انفتاح اقتصاد. ليه؟ احنا ليه عازلين نفسنا عن العالم؟ الروس كانوا يحبوا قوي ده، ان احنا نفضل عازلين نفسنا. طب انتوا ما انتوش عازلين نفسكم يا روس، ده انتوا بتشتروا قمحكم وبتشتروا التكنولوجيا من بره، اشمعنى عاوزين ان احنا نقفل على نفسنا ولا نشتريش التكنولوجيا بتاعتنا ونتطور زي العالم ما هو ماشي؟ عملت الانفتاح. هجموني في الانفتاح. طبعا قالوا الاقتصاد هينتهي، القطاع العام هينتهي، الرأسمالية هترجع، كل الاتهامات اياها اللي انتوا عارفينها بتاع ناس كل ما لهم هو انهم زي البغبغانات يرددوا كلام الاتحاد السوفيتي والنظرية الماركسية بتاعته. مشينا في الانفتاح، ده كان 74. 75 فتحت قناة السويس وهي تحت مرمى المدافع الاسرائيلي، تذكروا دي، وتذكروا ان انا وقفت وقل انه انا هفتح قناة السويس وحرجع المهجرين للمدن الثلاثة، بورسعيد والاسماعيلية والسويس، وهم تحت مرمى المدافع ايضا، ولكني بقول لاسرائيل، تذكروا يومها انا قلت الكلام، ولكني بقول اذا اسرائيل ضربت القناع او ضربت مدينة من المدن تبقى بتضرب العمق بتاعي، حضرب العمق بتاعي. Thank you.
فتحت القناة. وبالعكس اسرائيل ما اعتدتش، بالعكس بعد حرب اكتوبر ولمكانتنا في العالم ولانها لقت نفسها في موقف صعب، بدون ما نطلب سحبت جميع اسلحتها التقيلة اللي بطول القناة والمدن، سحبتها من على الجبهة المصرية من غير احنا ما نطلب. وعلى ذلك فتحنا القناة وعاد المهجرين، لانه عملية السلام كانت ماشية، عملنا فض الاشتباك الاول وبنجهز للتاني. ولازم نذكر لكل انسان موقفه. اسرائيل اتصرفت بانها قالت لا، ده انا لا هعتدي على مدن القناة ولا على القناة، بل بسحب جميع الاسلحة التقيلة الى الخلف، وسحبتها فعلا يوم فتح القناة. طيب عملية السلام كانت مشي. هنا قالوا انفتاح الرأسمالية راجعة. طيب لما جيت اطهر القناة علشان افتحها، الاجهزة اللي مطلوبة للتطهير السليم، لان القناة كان فيها ملايين القنابل والالغام، مش الاف، ملايين، وكان بقالها 8 سنوات مقفول، وعبرنا فيها، عبرناها. وفي وقت من الاوقات اذكر في الجيش الثالث وهم بيعبروا اتأخروا شوية في عبور الدبابات. ليه؟ الارض في الناحية التانية بعد ما وصلت الدبابة للناحية التانية والساتر نزلوه بالمية، قام بقى زي الروبة والصابون، فالدبابة ما اول دبابة ما قدرتش تعدي، فضلت تدور تلف على نفسها. ببساطة القائد ادى امر راح حدفها في القناة، قال احدفوها وطلع واحدة بدلها تانية على طول علشان ما نعطلش. يعني حتى دبابات كانت مرمية في القناة، مش بس الاف ملايين الالغام والقنابل. الاجهزة الوحيدة اللي تطهر القناة سليم موجودة في البحرية الامريكية. اتصلت بامريكا قالوا فورا، 48 ساعة بس بعد ما اتصلت بيهم كانوا مبتدئين من بورسعيد مع البحرية المصرية. الاتحاد السوفيتي دعيته علشان ما يقولوش نده لامريكا وساب الاتحاد السوفيتي. قال الاتحاد السوفيتي قعد شهر على ما جه، وبعدين قال لي اطهر اشترك مع الامريكان في التطهير بس شرط احصل الثمن من عوائد السفن بتاعتي بعد القناة ما تتفتح لما تيجي تمر. قلت له لا، الامريكان بيشتغلوا مجانا، والله اذا كان تقدر تيجي مجانا اهلا وسهلا، ما تجيش مجانا متشكرين. مرجو بعد ما جت امريكا جت انجلترا وجت فرنسا برضو من غير ما يطلبوا مني اي شيء. الاتحاد السوفيتي رجعوا خدوا شهر لما قولي علشان بعت لهم وقالوا الكلام ده، رجعوا تاني خدوا شهر تاني ورجعوا قالوا طيب نطه. لعلى ما رجعوا بعد شهرين كان امريكا وانجلترا وفرنسا عملوا المرحلة الاولى انه طهروا لغاية السويس اول تطهير، لان عايزة 3 مرات كان، لانه قلت لكم ملايين القنابل والالغام
غير السفن والصنادل والدبابات اللي غرقان، وكان لليهود ايضا زي دباباتنا دبابات غرقان. على ما جم كان امريكا وانجلترا وفرنسا وصلوا السويس في اول مرحلة من التطهير اول مرة، وهيعملوا بعدها مرتين تانيين. فدينا للاتحاد السوفيتي حتة من خليج السويس برا القناة لانه طلب انه يشترك مجانا، بس بعد شهرين. طيب فتحنا القناة، قالوا القناة ازاي تتفتح؟ العرب، الفلسطينيين، السوريين، بالذات الليبيين، ازاي تتفتح القناة؟ ما تتفتحش، ولازم تفضل مقفول على طريقة سياسة العرب اللي استمر من 48 لغاية ما عملت انا مبادرة السلام سنة 77. كان نتيجة سياستهم فلسطين كلها زائد الجولان زائد سيناء راح وهم لسه نايمين، برضو قالوا لا ما تفتحش القناة. فتحتها اول سنة جابت 400 مليون دولار. انا بقول انا بفتكر بقى قبلها بثلاث سنين، ده الكلام ده 75 في اخرها، بفتكر قبلها بثلاث سنين في 72 لما قعدت اسبوع الم مليون دولار واحد مانيش لاقيه. في اخر 75 كان عندي في السنة من القناة 400 مليون دولار، وابتدينا نعمل مشروع تطوير القناة في نفس السنة بعد ما اتفتحت على طول. مشهور عرض علي المشروع، قلت له ابتدي فورا، وابتدى يمشي. ما فتحناش واقتنعنا لا لازم نطورها كمان، مشين 76 وسبعة وسبعين طلعت بقت 500 مليون دولار اساس. العرب كانوا بيدونا كام دعم اللي سموه دعم المعركة في الخرطوم عوضا عن قفل قناة السويس. العرب كانوا بيدونا 90 مليون جنيه استرليني، اي حوالي 150-160 مليون دولار. فضلوا يقلوا لما الدولار قل والاسترليني قل، لما وصلوا لحول المعونة كلها بقت حوالي 100 مليون دولار بس. طيب بعد سنتين من فتح القناة كان عندي 500 مليون دولار. وايه ومشروع التطوير ماشي. في نفس الوقت زي ما سمعتوا مني زمان حكيت برضه البترول، احنا في البحر الاحمر هنا في وخليج السويس، انا قفلت مع وزير البترول كان هلال برضه، قفلنا البترول قبل المعركة بنص ساعة علشان ما يلحظوش الاسرائيليين. فضل البترول لغاية نص ساعة قبل المعركة، واحدة ونص يوم 6 اكتوبر لما قفلناه. وكنا طبعا محتاجين، لما قفلنا البترول محتاجين لبترول. اما جيت اعمل المعركة حكيت لكم، بعت للقذافي وقلت له يا ابني ابعت لي اعمل حسابي في 4 مليون، صحيح؟ قلت له يا ابني اعمل حسابي في 4 مليون طن على سنة،
مانيش عايزهم فورا، على سنة. قال حاضر انا موافق، وبعت لي، فبعتنا زي ما انتوا عارفين مركبين عبوهم، وبعد كده راحوا رافضين كلية يدوا بترول. وتذكروا دي، ده كان الوقت اللي انا اتزنقت الله يرحمه شاه ايران، لما ما كانش عندي احتياطي الا 15 يوم للقوات المسلحة وللبلد، ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك الاحتياطي ده في ساعات، وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده يبقى عندها نقطة بترول بعد ساعات. شاه ايران الله يرحمه، انا بعت لاخواننا العرب ما تأخروش، بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتاحين، ولما اقول له عندي احتياطي 15 يوم يقول لك طب ما فيهاش حاجة، يعني ابعت الوزير وعلى مهله على شهر 2 يبعت البترول، لكن دي معركة. لما بعت لشاه ايران ام حول المراكب من البحر تيجي على اسكندرية اللي كانت رايحة اوروبا، حولها باللاسلكي على اسكندرية، لانه عارف ان دي معركة ما تحتملش، وال 15 يوم احتياطي القوات المسلحة تخلصوا في ساعتين اذا جرت معركة. طب واعمل ايه انا بقى بعد كده؟ دباباتي وقواتي تقف، وحتى البلد كلها، لانه المخازن، المخابز، محطات كهرباء، كل شيء يقف. وصدمة القذافي، قال ما بديش بعد ما اتعهد باربعة مليون طن على سنة. شاه ايران حول المراكب من البحر وبعت 600,000 طن فورا من اللي كانوا في البحر، وقال لي وزير البترول يجي ياخد الكمية اللي انت عايزها على بقية المدة. بفتكر اصل الحكاية دي يعني لازم كل شوية كده نفتكر الدنيا ونفكر اللي حوالينا كله. زي ما قلت لكم بعد سنتين من فتح القناة كانت بتديني 500 مليون دولار في السنة، وابتديت افتح البترول. خلاص ما احنا عملنا بقى فض الاشتباك الاول، ودخلنا عملنا فض الاشتباك الثاني. فض الاشتباك الثاني ما فتحتش بس البترول، لا استرديت جزء من البترول بتاعنا اللي كان عند اسرائيل في سين، زائد فتح البترول القديم بتاعنا. ابتدينا ما نحتاجش بترول من حد، ونستهلك الكمية اللي احنا عايزينها، ونصدر شيء بسيط. احنا بنستهلك 12 مليون طن في الوقت ده، كنا اللي بنطلعه كله حول 15 مليون طن، يبقى بناخد 12 لنا وبنبيع 3. ومشينا في الاكتشافات، ومشينا في عملية البترول في نفس الوقت، عملية القناة ماشي تطوير في نفس الوقت، الصناعة ماشي، الغاز لما لقيناه قدام ابو قير بنينا عليه مصنع السماد اللي يعتبر من مفاخر العالم اللي فتحناه السنة اللي قبل اللي فاتت مع المانيا الغربية، وبنينا في طلخة ماشي على الغاز بتاع ابو ماضي، لقينا الغاز بتاع ابو الغردي داخل دلوقتي على وصل حلوان والقاهرة، وداخل يكمل في القاهرة، والغاز بتاع اسكندرية عمل السماد، واتفقنا مع اليابان عشان نعمل عليه الحديد، وفي نفس الوقت بنبني مصانع الاسمنت عشان نهاية السنة الجاية 82 باذن الله نبتدي مش بس ناخد الاسمنت اللي احنا عايزينه، بل نبتدي نصدر حاجة بسيطة اخر السنة اللي جاية ان شاء الله. في وقت واحد القناة بتتطور، بتديني 500 مليون جنيه لكن بتتطور لأكثر. البترول بتاعي بلاقيه، وبدل ما
بشتري واستلف على وانا كنت بستلف علشان ارجعه. بدل ما اشتري واستلف بترولي بطلعه وبصدر جزء بسيط. الاسمنت بتعاقد علشان ابني المصانع. السماد بتعاقد وابني المصانع. ثلاث مدن في القناة في السويس وفي الاسماعيلية وفي بورسعيد بتقوم علشان المهجرين والمرار اللي شافوه وهم مهجرين وكانوا عايشين. سمعتوني بقول في يوم في وسط المراحيض لانه قاعدين في مدرسة مثلا في الغربية تساع 300 قاعد فيها 3000. طب ما هو النتيجة ايه؟ طفحت المجاري وعايشين كانوا مساكين في كل هذا، بل بعضهم فقد الامل انه يرجع لاهله وبلده وترابه على القناة. لكن ماشيين عملنا الثلاث مدن والنهاردة تضاعف مع كل الصناعة اللي حكيت لكم عنها دي كلها، وانا قاعد احسب الدوايا والالم علشان اجمع الفلوس على بعضها عشان احل مشاكل البلد. لغاية ما جينا سنة 80. الصورة ايه في سنة 80؟ القناة طلعت ل700 مليون. والسنة دي ان شاء الله في نهاية 81 دي هتقفل على 1000 مليون ان شاء الله. البترول، الاكتشافات دي حاجة، انما خليني في اللي في ايدي النهاردة. كنا زي ما قلت لكم بنستهلك 12 مليون طن، وكنت بستلف جبنا ال 12، طلعنا ال 15، طلعنا ال 20 ل 25. سنة 80 وصلنا ل 30 و 32. باخد 12 استهلكهم وبصدر 20 بالسعر المرتفع. ده البترول. القناة زي ما حكيت لكم دخلت عدت 700 مليون. فوجئت سنة 80 بولادي المصريين المهجرين اللي بره، اللي بيشتغلوا بره والمهاجرين، فوجئت بيهم بيرجعوا للعيل عشان العيلة المصرية رجعت. رجعنا عيلة تاني. بيبعتوا كل ما يملكوه بعتوه لمصر. قام رقم خرافي. بقى دخل البترول زائد دخل القناة زائد دخل اللي بيبعتوه لي اولادي المصريين اللي بره مهاجرين او مبعوثين او بيشتغلوا في الخارج، زائد النشاط اللي بعد الانفتاح مشي في البلد على صورة ما يصدقهاش العقل، لانه اتبنى في البلد حاجة اسمها الثقة والاستقرار. الاول بنينا العيلة، رجعنا للعيلة سوا، رجعنا الروح العيلة، مش 18 و19 يناير سنة 77، لا دي ما كانتش روح العيلة، دي كانت